كبير به نبدأ لقاءنا هذا مع القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يا أيها الناس قد جاء
مستقيما. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله Yeah.
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر فاصطادوا، وإذا حللتم
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكر
زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا
تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يئس الذين كفروا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا
فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط تجدوا ماء فتمموا صيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه شهداء
أنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة صدق الله العظيم.